الله أكبر قالها شيخ يؤذن للصلاة بعد الخشوع أقامها يبغي بها طيب الحياة زكى بها نفسا شغوفا للعبادة ساعيا تبغي سبيل ربها وبلهفة تتبع خطى وهناك طفل ينهل خلقا جميلا ويرتوي يخطو خطى نحو العلا يتبع أباه في خطى فالنقش في صدر الطفولة شابه نقش الحجر لا يختفي أو ينتهي حتى لو الرمل طوى وتعود بالشيخ السنون إلى أبيه وبيته متذكرا حرص الولي عليه أياما صبا من سنة نبوية تشفي الصدور وترتقي بالنفس دوما للعلا في طاعة الله ورضا في طاعة الله ورضا لكن شرا قد بدا في الأفق يجتاح الأمان كالريح تقتلع الحياة كالموت يأتي بالأجل أين المفر يا إخوتي حولي تلال من دمار ساد الفساد بأرضنا كالعود أجت فيه نار كل المساجد دمرت في بلدتي أو في الديار لم تبق دار سالما من شرهم أو شبه دار حتى السلاسل والغلت بيت الإله السجن أصبح دارنا نقضي به كل النهار والليل فيه سراجنا ندعو بخوف وافتقار رعاك الله يا أبي في لحدك بين القبور وسقيت ماء صافيا من جنة الرب الغفور أنت الذي علمتني خط الصواب على السطور وإقامة الدين الذي فيه النجاة من الشرور لو كنت حيا يا أبي لرأيت ما نشر السرور فالدين عاد بقوة ومحت لوث والنفور نور الإله هو الذي ساد على مر الله
الرسول من تسجد الجباه له وتحيي ذكراه الصدور. نور الإله هو الذي ساد على مر الرسول من تسجد الجباه له وتحيي ذكراه الصدور.